البترول والدجوفرات، بس احنا لا البترول ولا الدجوفرات ما نستفاد. بس احنا حتى وين النفط من المعادلات اللي يمر بالسماوة خاوي؟ لا هسه موسم امطار، هسه موسم امطار. نعم. ترى السنتين الماضيه قبل ماكو حتى الفرات جف ماي. ايه. ما ظل يا اخي والله احنا صراحه نريد بلدنا مثل باقي الدول وبلدنا غني، بس هل اقول لك المعامل متوقفه؟ كهرباء لا مستقرة 18 سنة ماكو. نعم. كهرباء. نعم. كل سنة أي موسم الشتاء تنقطع، أي موسم الصيف تنقطع. حشيت بالبداية يعني فرص عمل للشباب ماكو الآن، وضع الشباب في ظل هذا التيه. نعم. شلون واحد يقدر يسيطر عليهم وهم بلا فرص عمل؟ نعم سات الدولة، دولة شغل مصانع حد معامل حسب التملك. أي. معمل الورق. أي. بالبصرة. أي. معمل. أي. الحديد والصلب بالبصرة. أي. أي. معمل الإطارات الديوانية. أي. معمل الزجاج الرمادي هكذا نحسب له. السجائر هاي الوعينا بيها بالسبعينات. أي. أي. يعني هل معقولة كان حتى معمل المعجون الكربلة؟ هسه ماكو، كله مستورد الحمد لله. يعني الفلوس اللي حصلها من نفط نجيبها من الدول. نعم صحيح. نعم. نشتريها من الدول، ظلت شبابنا بلا وظيفة بلا عمل إن شاء الله، بلا متابعة. أنا لحكيك انتهى دوري وقضيت، بس لا إن شاء الله بعدك شباب. نعم بعدك شباب. لا بس الشباب اللي هذا. أيه. تخرج إن شاء الله. بس مظاهرة. شكرا لك. الله شكرا لك. تحياتي لك. مين تلبيكم؟ هلا وسهلا.